شيء يبقى جامداً ما لم نعطيه الروح. وحقيقة في العاصمة الأقدم والمدينة المأهولة بالبيوت الحانية والتي تجاوز عمر البعض منها مئات السنين، خلف أبوابها الأثاث الجميلة ليس للسكون مكان، فكل يوم قصص تحمل مخزوناً تنقل على لسان راو إما غارق في ثنايا الماضي وعاش تفاصيله أو ورثها أباً عن جد. تركت العمارة اشتغل في الفنون، هذا الحكي من 89 إلى الآن، وأنا ما أتعب السفر بالمناسبة، يعني مثل السمكة بحس حالي، سمكة الشام. أنا أرسم إذن أنا موجود، بحب التصوير كثير، خاصة بتطلع بعين الرسام، يعني في لقطة أوقات بتكون حلوة، بس كلقطة صورة كصورة حلوة، ممكن باخذها، بس غالباً وقت بتطلع بالعين اللي بتطلع فيها بتطلع بعين الرسام. دمشق سكنتي مثل ما أنا ساكنة تماماً، بتمنها بحاراتها، بظلها، بنورها، ببيوتها الشامية. أنا حالياً عم برسم بيت دمشقي، والبيت دمشقي بيذكرني بطفولتي اللي هو أرض الديار أو الفناء الداخلي المكشوف، بتوسطه بحرها والليوان، وكنا نقعد بالصيف فيه كمان، هي بتذكرها وقت كنا أطفال كنا نركض حوالي البحرة وينبسطوا. عادة هي عبارة عن مصيف، تعتبر يعني بيت دمشقي جواته مصيف مشتى بنفس الوقت. بيت دمشقي بيعني لي كمهندس، بيعني لي شيء، وكعايش فيه كطفولة بيعني لي شيء تاني، هيك بيعني لي وهيك بيعني لي. المهندس الفنان أو الفنان المهندس بحتار، أوقات بلاقي حالي هيك أوقات بلاقي. أنا بأصل دراستي هي هندسة عمارة، واشتغلت بهندسة العمارة لفترة منيحة، بعدين صارت ظروف شوي خف العمل فاتجهت للفن التشكيلي، وتقريبا كل شيء تعلمته بالهندسة من ظل ومنظور ونور يعني عكسته على لوحتي. هي بلشت من عمر صغير، بس للأسف ما في ثقافة يعني لا عند الجيل القديم ولا الجيل الأجد يعني عنده ثقافة. أنا صغير كنت أحب أرسم، كان على طول الأهل إنه لا تضيع وقتك، التهي بدراستك بشغلة تنفعك. هي أيام المدرسة وقت كنا نرسم، ما كان فيها الاهتمام. بعدين شاءت الظروف هي بال65 فتت على كلية الفنون، كانت عمارة بقسميها العمارة والفنون، كنت اتفرج عليهم كيف يرسموا كيف يشتغلوا، كنت لاقي حالي مع جماعة الفنون اكثر من جماعة العمارة. ايه وطلبت من الاهل انه انا مالي هون، انا هون بهالجماعة. ايه ما لقيت الفكرة اي استحسان، والوالدة الله يرحمها اخذتها هيك بشكل المبسط، قالت لي بكره بتتخرج بدي روح اخطب لك، بين قول مهندس بين قول رسام، لا 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 مو واردة بالمرة. ذكروا كمان أبي الله يرحمه قال لي هلأ أنت أعطينا الشهادة بعد ما بتخرج وما بدك تشتغل، بس هلأ جيب الشهادة بجوز معه حق هلأ يعني ضمن الناس بضل هيك المجتمع بده، مجتمع ألقى بنتي رزان كانت بالصف الرابع الابتدائي ومع العلم بمدرسة متطورة بدار السلام يعني تعتبر متطورة، بس وقت أنا حولت من العمارة للفنون هي ما بتوعها هاي المرحلة، بتعرفني بعد برسم بس أنا شو خلفيتي ما بتعرفها. إيه أجيت اليوم سألونا كل طالب وطالبة شو بيشتغل أبوه، إيه وقت وصل دور لعندي استحيت، ثلاث استحيت قالت شو بدي قلن أبي رسام بستحي، قلت له بس أنا بالأصل مالي رسام أنا مهندس معماري، قال ليش ما حكيت لي من قبل؟ كنت حكيت يعني بما معناه بيضت وشي، قلت له ماشي هلا بكره بتروحي بتقولي لهم ابي مو رسام ابي مهندس. هلا وقت خجلت من شغله الرسام كانت صف رابع ابتدائي، بس وقت كبرت واخذت البكالوريا شافت الفرق، يعني عرفت شو قيمه الفن التشكيلي وحبت الفن التشكيلي وبترسم، صارت رسامه كمان هي الثانيه. كان عندها ولع بالشخصيات الكرتون، ايه وهي اسراويه بتجي بتمسك هيك وبتلاقي على التلفزيون بتنقلها شخصيات كرتونيه بشكل ما بتصدق يعني. هو بالبدايه كان في فحص قبول، كان في فحص قبول، ايه وكان في سر رح اقوله هلا هذا ما حدا بيعرفه، بجوز بس زوجتي بتعرفه.
مسابقة القبول وقتها قدمنا 80 طالب، اللي نجح بالمسابقة عنا 25 طالب، كان ترتيبي 24 قبل الآخراني بواحد انقبلت، وهو فحص رسم يعني كنت مو الأخير، قبل الأخير وواحد اللي بيعرفوا يرسموا. بس بعد ما فتح الكلية وشفت الرسم وعشقت الرسم وحبيت الرسم، صرت بالرسم بسنة الثانية اللي بعد منها، صرت عم بتنافس أنا والأولي اللي كان طلع الأولي بالمسابقة، صرت عم بتنافس أنا وياه بالعلم أنا علامات أكثر من كثر ما عشقت الرسم. العمارة طبعا حبيتها، هي صحيح أبنية وكمان فيها إبداع لأنه تصميم أبنية من الصفر، فحبيتها وعشقتها وإلى حد ما كنت من المتميزين، ما كنت الأول طبعا بس كنت من المتميزين لأني كمان حبيت العمارة وشغل العمارة. القصة درجت شوي شوي، بالأصل يعني شوي شوي شوي، بعدين قدنا له خلاص ضبينا العدة بدي يتفرغ للفن. يعني القوة صعبة شوي هن وحتى الأولاد، إنه القوة صعبة شوي إنه طيب هذا يعني بجيب إيراد لأنه حط وشناب وإن شاء الله وبنشتغل، وشغل مطلوب يعني مرغوب، صار شغل مرغوب. صار زوجتي يعني بتتزوق وياما خلتني أعيد لوحات أنا ما كنت ناوي أعيدها بانتقاداتها، بتقلي هي يا غنية بالتفاصيل، هي كلمتها غنية، كتير غنية بالتفاصيل. أوقات أنا بعطيها الصفة العكس، حتى إذا بدها تقول العكس تقوله، إنه مو معجقة زيادة أو غامة، بطلع قلي لا 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 كتير كتير معقولة. حتى مرة بنتي والله خلتني أعيد لوحة. بلشت الشغلة بتسلاية حتى نضيع وقت، إنه استعيد معلوماتي بالرسم. كنت بالأربعينات بحوالي بداية 1990، هاي البداية كانت، ضبيت كلها حتى هون مكتبتي كل شي فيها مجلات معمارية كمان لقيت لها تصريفة صرفتها، لأنه كانوا مثل التهمة عندي وعد كتب فنية بدالها. شغلة بالتدريج، بالقبل كنت بالقلم الحبر، كنت ظلي بقلم الحبر وما عندي أي فكرة عن الألوان، بعدين صرت بألوان الفلو ماستر اللي بيقولوا لها، صرت لون بأفلام بالأقلام الفلو ماستر، بس هي بتوصل لحد ما بتعود بتعطي يعني ما بتعطي مساحات، ألوان الفلو ماستر ألم لأنه راح بدي يعبي مساحة ما بيعطي درجات ما بيعطي كتير محدود. فبلشت انه والله بلوحتي المجال اللي فيه مساحات كبيرة حط له ألوان مائي شوي شوي شوي، مثلا السماء بدها مساحة كبيرة بالمائي، الخضار بدها مساحة أقل بشوي بس كمان. بعدين لقيت حالي طب بين هاي وبين هاي، لا تعود على المائي وماشي الحال، إلى حد ما حد علمني يعني علمت حالي بحالي، والإنترنت استفدت منه كتير. بعدين صار في إنترنت صرت شوف الرسامين شوف الألوان وشوف لقيتها دنيا كاملة يعني بحد ذاتها. صورة بالصدفة شفتها ابن حماي كان مصورة، صورة كبيرة بالأبيض وأسود، هي كانت أول وحدة وعجبت وقتها، كانت غنية الصورة، أخذتها ورسمتها، هي كانت أول صورة ورسمتها بالقلم الرصاص ورسمتها بالحبر، بعدين شجعت ولونتها. بس كانوا أكتر شيء يستغربوا إنه هالواقعية هي كيف عم تطلع معك أستاذ، إنه هالواقعية هي المفرطة كيف عم تقدر تجيبها. هي يعني كان الجواب كتير بسيط، إني عم شوفها. حالياً كبرنا النظر ما عاد يورجي مثل الأبوان، يعني إلى حد ما الواقعية المفرطة هاي أنا اختصرتها، يعني ما عاد لي خلق بهالواقعية المفرطة اللي هي تقريد للكاميرا. بس العمارة الشامية هي اللي تعودت عليها وعيني تعود عليها، وهي اللي أكتر شي برسمها وبحبها، خاصة يعني شغلي اللي ممكن كنت ميزت فيها عن غيري اللي هو البيت الشامي من الداخل، لأنه مو شغلة سهلة، بدها إذا واحد ما بيعرف منظور يفضل ما يقرب عليها. إلا كنا والله بعد على الواقع، بأنه الشغلة طويلة يعني بتاخد وقت، يعني مو عدم مقدرة، لا أنا قادر أني أقعد وأرسم من الواقع، الشغلة بتاخد وقت.
وبعدين يعني وقت بلقط عدة لقطات، أوقات من هالكذا لقطة بطلع بلقطة واحدة اللي هي برسمها، مشان هيك أنا بصور وبنفذ الصور. كنت ما بعرف شيء بالتصوير، صفر بالتصوير. في إلي زميل كان بكلية العمارة الله يرحمه، المهندس نزيه كواكبي، له قيمة كبيرة بالتصوير. ايه كنت أخذه هو يصور لي، بعدين لقيتها مو دائما فاضي لي، أنا جبت كاميرا وأنا تعلمت التصوير. ايه شوي 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 صرت بعتمد على حالي وبنزل وأنا بصور. حوادث صارت معي، شيء بيضحك وشيء يا ما كنا حناكل قتل يعني. عندهم أمنتوا بالله يعني مجرد شوفوا الكاميرا طلعت معناتها أجنبي. أنا كان شغلي بالقبل جبان، بعترف يعني كتير جبان، يعني حط كل لون بمحله وفكر فيه كتير لحط حطه بمحله. بس بعدين وقت بالإنترنت شوف الرسامين، ياما لوحات كنت أحكم عليها أنه هاي لوحات تخبيص. لحد هلأ في شغلات برفضها، يعني هلأ أعطيني تاب الفني أني أقعد أرسم عليه، كنت شوف هلأ زملائي بيقعد بيرسم على التاب. إيه أنا إذا إيدي مات هون تشحرت وحسيت بالكرتونة هيك تحت إيدي، مو شغلة هيك لامعة وعم وباردي عم تلمس ايدي، لا ما حبيتها. لا شغلك هاي الكلاسيكيه ايه بحبها لحد هلا، ماني مستعد استغني عنها. اول ما بتخلص لوحه كثير بكرهها وما بحب اشوفها، بعدين برجع بتزوقها لاني بكون تعبان فيها. وفي شغلات كثير باني الاشياء اللي بحسها ما نجحت معي انا عم بشتغلها، بحس انه هون انا ما زبطت، هون ما زبطت. مع العلم اللي بفرجوا عليها ما في شيء من هذا نهائي، هي شغلة بيني وبين اللوحة. في شغلات بحسها إني أنا هي غلبتني مو أنا غلبتها. أحسن لوحة هي اللوحة التي لم أرسمها بعد. كل يوم قصة شيقة لا تشبه الأخرى لبعض المذكرات الشخصية أو لمرويات شفهية تدخل أعماق النفس وتخاطب الروح قبل العين. كادت يوماً ما أن تمحى من الذاكرة، ولكن توثقت في حكاية من دمشق.